قد جاء أثر عند البخاري في الأدب المفرد لأنه يتناقل من أن من دعا لأبي هريرة استجاب الله دعاءه، وهذا الأثر ثابت لكن لا يؤخذ منه ما ذكروه، لأن مثل هذا لابد من نص، وإنما كان كما قال محمد ابن سيرين يقول: إن أبا هريرة قال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن دعا لهما، ولمن دعا له. فيقول محمد: فنحن ندعو لأبي هريرة ولأمه حتى تشملنا دعوة أبي هريرة. فلا يؤخذ أثر ثم يرتب عليه ما يرتب عليه من أمور، لكنه ثابت. فلو دعا الإنسان وقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه، لا إشكال في ذلك. لكن أن تكون دعوته إذا دعا، يعني إذا دعا أي إنسان بدعوة ودعا لأبي هريرة أن دعوته تستجاب، هذا لا دليل عليه، فهو يدعى له رضي الله عنه ويدعى لبقية الصحابة.